مشاهدين قناة أشواق عتبي، مرحبا بكم معنا. اليوم السؤال ديال ميكرو تروتوار ديالنا الرمضاني هو: واش الراجل كيعاون المرأة ديالو في غسيل المعن، والمرأة واش كيعاونوها وليداتها في غسيل المعن، وبيان سور الشباب واش كيعاونوا والديهم في غسيل المعن؟ خليكم معنا باش نشوفوا الأجوبة ديالهم. الله يبارك فيك، الله يحفظك، شكرا بزاف. نمشي بخير مزيان والله. راه رمضان تبارك الله والله العظيم. بغيت نسولك، كتعاون ماماك كتغسل المعن؟ وضروري، حيت انا ما عنديش خشي، فهمتي؟ ما عنديش خشي، دونك راه خصك تعاون الدار ضروري. واخا تكون عندك خشي وضروري، متفق معاك والله. واحد انت بنت صح. الصراحه كتعاون ولا لا؟ لا كنعاون والله، باينه فيا تبارك الله والله. اش بغيت تقول للشباب بحالك؟ وا بحال الشباب هذو اللي هنا وداك الشيء، عاونوا والديكم والله. فين كان عاونوا والديكم؟ حيت الوالدين فهمتيني شي حاجه مقدسه، خصك تعاون امك، خصك تعاون باك، لان شفتوا العيالات كيضربوا تماره في رمضان. متفق معاك والله العظيم. شنو تبغي تقول للمغاربه بهذه المناسبه؟ الله يخلي لكم والديكم وفهمتيني. الله يرحم ماماك. و اش نقول لك؟ الله يخلي كل واحد والديه يا ربي. فهمتيني والله، حيت الام راه شي حاجه. الله يحفظك. انا ما كرهش نسول الرجاله واش كيعاونوا عيالاتهم صراحه. عليكم السلام. مبروك العواشر. الله يبارك فيك. مبروك رمضان. علينا وعليك ان شاء الله. مزوج؟ وا الساعة قريب نخطب. ماشي مهم. أزمة في البلاد. ماشي مهم. أنا بغيت نسولك، واش كتعاون في غسيل المعن؟ كتعاون ماماك؟ كنعاون، كنطيب، كل شيء بخير. ياك. الحمد لله. تبارك الله عليك. بارك الله. شنو تبغي تقول للشباب بحالك؟ الشباب هما ينوضوا يخدموا ويبعدوا المخدرات والرياضة، يتبعوا رياضة مستمرة. باسكو العيالات كيضربوا تماره في رمضان. شنو تعاونوا والديهم والبنت تعاون والديها باش تكون حادقه وتزوج من بعد. ياك. شنو تبغي تقول للمغاربه بمناسبه الشهر ديال رمضان؟ مبروك عواشر لكل المغاربه اللي في الخارج واللي في داخل المغرب. تبارك الله عليك، شكرا ليك. الله يحفظك. السلام عليكم لالا، مبروك عواشرك. كديره لاباس عليك، شفناك عيانه. طاحت حي الله جيه من تماره. والله يكون في العون. امين. بغينا نسولوك، مزوجه؟ مزوجه ومطلقه. عندك وليدات؟ عندي جوج وليدات. الله يخليهم ليك. كيعاونوك في غسيل المعن من ورا الفطور؟ لا ما كاينش، كيقولوا قول عليه رول المعن ويزيد. ياك. ما ديرش لهم النوبه؟ لا لا. علاش؟ واه ولات اليوم ديال النوبه. احنا بعدا دوزنا غسيل المعن ودوزنا. اي احنا البنات دوزنا، ماشي غسيل المعن عذاب. ما هادو دابا راه لقوها موجوده ومنفخين من الفوق. والله يهديهم. الله يكون في العون. كتخدمي وتجي طيبي الفطور؟ انا دابا جايه من تماره وغنمشي نطيب الغداء، نوجد الكاسكروت لولدي اللي كيمشي للصال. بلاتي جايه من الخدمه وغتمشي توجدي الفطور. اويي على رمضان. اويي غنوجد الفطور وغنوجد العشاء وغنوجد السحور، واش غندير؟ والحمد لله. شنو تبغي تقولي للمغاربه بمناسبه ديال شهر رمضان الفضيل؟ والله يدخلوا علينا مبارك مسعود والصحه والسلامه ولهنا وراحه البال للجميع ان شاء الله. واللي مريض الله يشافيه في هذا الشهر، واللي مشدود الله يطلق سراحه في هذا الشهر. هذا هو اللي كنتمناه من الله. واللي هي وليا الله يفتح يطلق سراحها، الله يجيب لي فيها اللي فيها الخير، وهذا اللي كنتمناه من الله. تبارك الله عليك ودعواتك شحال زوينه. والحمد لله. الله يزين ايامك، الله يزين ايامك. شكرا بزاف، تبارك الله عليك. جاتني حنينه هذه الام صراحه، جاتني حنينه. كنشوف بنات هنا، اجي اشرف. السلام عليكم. علاش لا نسولكم غير على المقادير ديال السلو؟ قالت لك اويلي. يلا اجي. واش كتغسلوا المعن؟ ايه وقفي وقفي. قالت لك اجي طلعوا عليا، اجي طلعوا عليا. سمعتها قالت لها اجي طلعوا عليا. وقفي حشومه بقى تابعك. كاين الكاميرامان كنعذبوه، الكاميرامان كنعذبوه. السلام عليكم، مبروك عواشركم، مبروك رمضان. شكرا. قولي لي كتعاوني ماماك في رمضان؟ انا ماما الله يرحمها، انا اللي خدامه في الدار. يا ربي الله يرحمها في هذا النهار ويرحم جميع اموات المسلمين. امين. عندك خواتات؟ دير لي الفلتر ولا شي. نقولها لا بلاش بلاش. شوف اخويا الكاميرامان غدير لها الفلتر ودير لي انا الفلتر. ديما كنطلبهم، ديما كنطلبهم يديروا لي الفلتر، ما كيبغيوش. كنقول لهم ديروا لي الفلتر غير باش نضعف والو. دير لنا الفلتر نبانو. طلبها من هذا المنبر. ضرب فينا الضو شويه. من هذا المنبر ديالك نديروا الفلتر. من هذا المنبر ديالك انت بدا. اشواق تي في. اشواق تي في. دير لنا اخويا لي فلتر باش ضروري نبانو زوينين. قولي لي كتغسلي المعان؟ ضروري. وشكون اللي يغسلهم في الدار؟ ضروري. تماره. ولكن الحمد لله ضروري. ما كتخشيش؟ لا. ما كتوصليش لديك الكوكوت تلقاي فيها شويه؟ لا 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 بالعكس. لا 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 ديريش هاد القضيه. لا 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 تبارك الله عليك. شنو تبغي تقولي للمغاربه بمناسبه شهر رمضان؟ شنو نبغي نقول لهم بمناسبه رمضان؟ بغيت نقول لهم والو.
شهر رمضان مبارك سعيد، الله يدخل لكم الصحه والسلامه ان شاء الله والرزق طول العمر. انت كتشقاي؟ كنشقى مره مره. لا كتغسل؟ ماما سمحي لي يا ماما كنكذب. لا قولي كنغسل مره مره والله الا كنغسل. كتضاربوا كديروا النوبه؟ انا اختي ضروري ضروري في الماء. كيفاش دايرين النوبه؟ كتكتبوها؟ ماشي كنكتبوها، مثلا في رمضان، مثلا في رمضان النهار اللي انا نجفف اختي كتغسل الماعن، انا الغد العين انا غسل الماعن هي تجفف. اما حسن تجفف ولا غسل الماعن؟ اختي مكذبش عليك حتى وحده. وشكون اللي كيشطب؟ شكون اللي كيشطب؟ اللي غيجفف. اللي غيجفف كاينه. فايت فيا الشقا صراحه، هادشي اللي كندير. والله اختي، والله اختي حتى كنشقى، والله الا كنشقى. انا جو سوي مراه مزوجه وعندي اون في عندها 3 زون، ف كنضرب تما كنخدم في الزنقه وكنخدم في الدار. طيب سهل عليك. اش تبغي تقولي للمغاربه؟ صراحة ما عرفت ما نقول لهم حيت. اش بغيتي تقولي لماماك؟ ماما الله يخليها ليا وسمحي ليا بزاف بزاف على شي حاجه درتها عليك شي نهار وقلقاتك وكنبغيك وداكشي اللي باقي غندير لك ونقلقك. سمحي لي يا الوالده. طلبي السماحه من دابا ما حد. والله الا سمحي لي غتبان غتشوفني ماما. يا مارت ويلي 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 سمحي لي يا ماما. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد. كانت هذه هي الاجوبه ديال الشارع الكازاوي، اغلبيه كتشكاو من غسيل الماعن سورتو البنات. كاينين بعض الرجال لقيناهم كيقول لك نحن كنشاركوا في غسيل الماعن كنعاونوا الوالدين ديالنا، كاين ما لقينا حتى شي راجل كيعاون المراه ديالو. ماشي مشكل، خليو نتوما اراء ديالكم في التعليق. تنقول لكم صحه فطوركم، دمتم في رعايه الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.